تستور من وسط البلاد، من السوق، من الناس تستور محليهم. جينا المزوغة، المزوغة تبعد أكثر من 20 كيلومتر على تستور، أما تبع تستور فما ناس، فما عباد يظهر عليهم برشا خير في وجوههم، يظهر عليهم برشا طيبة في وجوههم، يظهر عليهم برشا صدق في وجوههم. في أول ما خلطنا جاي ونتلموا بينا، كل واحد يحكينا على حالة، كل واحد يقولنا هاو 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 أختي هاو جاري هاو. شكون؟ عبد الحميد. من بين الناس هذوما اللي محلاها عبد الحميد. عبد الحميد عرضنا في أول ما حطينا سقينا في تستور، هو اللي جانا جابنا المزوغة. إجا عبد الحميد إيش خوي، قلت لي أنت مبكري أنا نخدم مرمى ونمنك نهاري هكا، نمنك ولا نهاري، منك نهاري ونهزكم نهزك للحالة هي. احنا جينا العشاء متاع الصباح، توا مالي ساعتين دوب كلمته سايب خدمته جاي يجري. هي كلمتيني جيت خدمتي ورغم الحالة هذه تتحق باش نسول، قلت لك حالة معاقة ورجلها مريض عينه توجع فيه، هاوش نشوفوه مثلا ومتكفله بها بنيه، هاوش نشوفوه. انت عبد الحميد أي. ربي كثر منك الناس عايش. على خاطر عبد الحميد في الكهرباء يحكي لي قال لي خويا معاق، اي خويا معاق ولا عنده شهريه ولا حتى واحد تلفت، ما عنديش صغير وما كفل بيهم ولا وحوش اللي نموت من لوحاش خويا. اي باه ربي فضلك لي عايش. وربي حننكم على بعضكم عايش. مع هذا الكل مع هذا الكل يخدم مرمى وخدام نهار وكل، مع هذا الكل قال لك نمشي نهزكم ندلكم على عائله وسايب اللي في يديه وجه. قداش نهارك عبد الحميد؟ نهاري ب 50000. 50000 مشاو 50000 مشاو بالحق ورس اختي مشاو. خليني مشي على روحي 50000 شو على روحي خمسة وش نعمل؟ الحمد لله عوض لي رب. اش عوضك رب؟ عوض لي الصحه وعوض لي كي نعمل حاجه كيما هك. اش نعمل اكثر من هك يا اختي؟ هاي قولي اكثر منك مش نعمل. عبد الحميد خويا ما نخليلكش نهارك يمشي يا حرام. دخلت يدي سامحوني مثال محلاه عبد الحميد، محلاه محلاه محلاه. هذوما 80 بالله باش نشد 20 على 100. لا شبيك عبد الحميد؟ شبيك؟ شبيك عبد الحميد؟ شبيك؟ بربي شبيك؟ شبيك؟ ما بيش بالله شبيك؟ قولي شبيك تبكي؟ حس ذل، انسان يذلك قهر. عبد الحميد معناش منه برش، ماذا بيا نعطيه الدنيا الكل، ماذا بيا نعطيه قفوف رمضان الكل. عبد الحميد قال لك ما تحب حتى شيء ما تعطيني شيء، نهارك 50000 هاو 100000 يرحم والديك. انا ها مش ياخذ اخزري هذه اللي مش تمشي اللي مش تمشي. ها هاي ها هو حقيقتها سامحه قدام عايش. الله يبكيك يا خوي، الله يبكيك يا خوي، عايشك هاي هزنا للعائلة.